سجل عدد المسافرين عبر المنافذ الجوية لإمارة دبي خلال العام الماضي قرابة 18 مليون مسافر من القادمين والمغادرين، فيما تخطى مستخدمو البوابات الذكية حاجز 1,700,000 مسافر وفق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، التي أكدت أن هذه الأرقام تكشف عن خطة ذكية نفذتها إقامة دبي في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم بأسره والإمارات كجزء لا يتجزأ من المنظومة العالمية، تمكنت خلالها من تجاوز الأزمة بحلول مبتكرة من أجل مكافحة كوفيد-19 والتعايش معه. وتؤكد هذه الأرقام جاهزية دبي لاستقبال مسافريها من أنحاء العالم ونجاحها بتحقيق مستويات نمو إيجابية بما وفرته من تطبيق أفضل معايير الصحة والسلامة في العالم. وتعكس زيادة أعداد المسافرين خلال عطلة رأس السنة الميلادية تعكس زيادة الثقة بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للتصدي لتداعيات كوفيد-19.